أكد رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة أهمية التعاون بين الجامعة وشركة جنرال إلكتريك العالمية، والذي يمثل نموذجا للتعاون والشراكة بين المؤسسة الوطنية في مملكة البحرين والقطاع الخاص والعالم. جاء ذلك أثناء توقيع جامعة البحرين لمذكرة تفاهم مع شركة جنرال إلكتريك في مقر جامعة البحرين بالصغير بحضور عدد من مسؤولي الجامعة والشركة. وأضاف رئيس جامعة البحرين أن جامعتنا تعتز بهذه الشراكات التي تعطي الطلبة دفعة كبيرة من الخبرات العالمية وتجعلهم يحتكون بثقافات عمل المؤسسات الكبيرة العريقة ويتعلمون منها أسرار النجاح وشروط الابتكار ومحفزات الإبداع، وهي الأمور التي تجعل البحث العلمي يتقدم في المؤسسات وهو أساس كل تطوير. من جانبه قال المدير الإقليمي للشركة في الكويت والبحرين سليم مسلم إنه من الرائع أن نكون على تواصل مع جامعة البحرين وأن يتحول هذا التواصل إلى شراكة عبر توقيع مذكرة التفاهم، راجيا أن تتطور هذه الشراكة وتتعدد أوجهها، لأننا نرى في جامعة البحرين حاضنة مهمة لما نصب إليه من تطوير وتحديث وتدريب جيل جديد من الشباب على أحدث الطرق والتقنيات المتبعة في جنرال إلكتريك، بما يعود بالخير عليهم وعلى البحرين. وبموجب مذكرة التفاهم ستقدم جنرال إلكتريك دعما للطلبة المتدربين في المجالات التي تعمل فيها الشركة، وكذلك ستدعم الشركة مشاريع التخرج لطلبة السنة الأخيرة في الجوانب التي تعمل فيها، كما ستعمل على انتخاب مجموعة من الطلبة لمنحهم فرصة الحصول على تجربة التدريب، وستعمل أيضا على تعزيز تواجدها في المؤتمرات وورش العمل والملتقيات عبر تقديم متحدثين وخبراء وأوراق عمل في هذه الفعاليات العلمية.